مساء الخير لكل الأشخاص يلي عم يتابعونا عبر شاشة قناة سما الفضائية ببرنامج دوز يلي عم نتناول من خلاله مواضيع وأبحاث طبية بتهمكن. حلقتنا اليوم خاصة بالتوعية بسرطان الثدي، رح نحكي خلالها عن أبرز الخرافات المتعلقة بمرض السرطان، بالإضافة أنه كمان حنحكي عن ضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية، ورح نعمل مراجعة طبية شاملة لمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه. يسعد مساك يا دكتورة، كيف صحتك؟ تمام الحمد لله، أنت كيف؟ خلينا ياكي تمام الحمد لله. أولى أخبارنا الطبية لليوم بتقول أنه مجموعة من العلماء بجامعة شنغهاي الصينية طوروا تقنية واعدة بتمكن الأفراد المصابين بالشلل من استعادة السيطرة على عضلات أرجلهم، وهالتقنية بتعتمد على زرع أقطاب كهربائية بالدماغ والحبل الشوكي، وهالشي بيمكن المرضى اللي بيعانوا من إصابات بالحبل الشوكي من الوقوف والمشي. يعني الدكتورة بظن هذا بيعطي أمل أو لو بسيس صغير كتير، أكيد العلم يعني تطور و طبعا تماما يعني لصالح المرضى. أكيد مثل ما كنا نقول يعني هو كل مرة بيطلع شغلة متطورة أكتر، نتمنى نوصل لمرحلة أنه عن جد نحن هدول الأشخاص المصابين بالشلل يقدروا يمشوا عن طريق هدول الأجهزة. أما هلأ فاصل وخلونا نرجع سوا. وهلأ بأول فقرة من هالحلقة رح تكون معنا الدكتورة مها مناشي، اختصاصية بأمراض الدم والأورام والمدير الطبي لمشفى البيروني الجامعي، عبر الهاتف لتوضح لنا بعض التفاصيل المتعلقة بالسرطان بشكل عام، وهل زادت الحالات بالفترة الأخيرة، وشو كانت خدمات مشفى البيروني لمعالجة الأورام. يسعد مساكي دكتورة، أنت معنا؟ أنا معكم، يسعد مساكي. ومساكي يا رب، طمنينا عن صحتك، كيف الأمور؟ نشكر الرب الحمد لله، إن شاء الله أنتم بخير والوطن بخير والجميع بخير الحمد لله يا رب. دكتورة، زادت أم قلت نسب الإصابة بسوريا بآخر سنتين بمرض السرطان بشكل عام وبمرض سرطان الثدي بشكل خاص؟ حقيقة شكرا للسؤال اللي دائما نتعرض له في بشكل عام في مجال السرطان. جواب دقيق، نحن بدنا ننتظر نتيجة الأحصاء الخاص بالسجل السرطاني في سوريا يلي هو بده يكون بنهاية عام 2024، بس إجمالاً بقدر أقول لك عندنا محتمل زيادة طفيفة، وهالزيادة قد تكون لأنه برامج الكشف المبكر للسرطان وبرامج التوعية عم توعي العالم كثير لينتبهوا لصحتهم ويعمل الإجراءات والكشف الدوري، فصرنا نلاقي كثير مرضى عم يتوافدوا لإجراء التقصي المبكر وعم يكتشفوا الحالات بشكل مبكر وعم بيراجعوا البيروني تبعا لذلك. فنحن ما بنقدر نقول اذا هي زياده حقيقيه لانه الاصابات بتكون موجوده والبرنامج الكشف المبكر بيكون رفضها. صحيح. فلذلك مضبوط عندنا زياده طفيفه، بس برايي نتيجه تفعيل البرامج الخاصه بالكشف المبكر وتقصي السرطان. تمام. هيك بقدر اقول. تمام. سرطان الثدي بمشفى البيروني هو ضمن النسب الموجوده بكل عام، ما لاحظنا اليوم زياده. الشيء اللي بدي اقوله، نحن بنقول برامج الكشف المبكر جعلتنا اليوم قلبه المعادله بالبيروني. 10 سنين لوراء كنا نشوف الامراض 70% تجي بحالات متقدمه جدا، وبالتالي فرص الشفاء قليله. اليوم عم نلاقي ال 70% من 60 ل 70% عم يجوا بحالات باكره، ما متقدمه نقيليه، وانما يعني ممكن تكون بمحلها متقدمه بس ليست انتقاليه. وبالتالي نحن اليوم عم نقدم لمريضات سرطان الثدي وباقي الامراض الخاضعه لبرامج الكشف المبكر حياه طويله وشفاء. فهذا الفرق عن السنوات السابقه الحقيقه، الكشف المبكر وفرص الشفاء والعلاج الناجع ونوعيه الحياه اللي صارت افضل بكثير. تمام تمام دكتوره. طيب في حال اجت مريضه على المشفى، شو هي الاليه اللي بيكون بتبلش فيها الاستماره لحتى تبلش برحله العلاج؟ الحقيقة المرضى اللي بيراجعوا البيروني هم مرضى مشخصين، مثل ما بتعرفي المشفى البيروني الجامعي هو المشفى المتكامل الوحيد المنهجي بيقدم خدمات، نوعية خدمات هي خدمية وتعليمية، تمام؟ ومتكاملة من التشخيص إلى العلاج، سواء كان العلاج الكيميائي أو الشعاعي أو التشخيص بالأجهزة النوعية. فبالتالي المريضة بتجي لعنا موجهة انه معك هالمرض، طالع بالخزعه في مشكله معينه، بتراجع مكتب القبول اللي بيفتح لها ضمن البرنامج المؤتمت عنا. طبعا مشفى البيروني عم بتصير باتجاه الاتمته، فبتتعبى البيانات وبتتحول مباشره للوحده المختصه او الشعب المعنيه بهذا السرطان،
فإذا كان سرطان ثدي مثلا أو بروستات أو مثانة أو كولون أو خباثات الدم اللي هي أشع أنواع المراجعين لمشفى بيروني، فبتروح للشعب المختصة. كل إدباره كل مريض بيحضر المشفى مباشرة بصير طريق متعدد الاختصاصات، يعني الحالة ما بيشوفها طبيب الإدبارة بتندرس بشكل متكامل من طبيب التشخيص لطبيب التشريح المرضي للطبيب الجراح للطبيب المعالج الكيماوي للطبيب المعالج الشعاعي. كل الأشخاص بيجتمعوا بهالشعب المعنية إذا كان سرطان الثدي كلهم بيجتمعوا وبيحط الخطة العلاجية. اليوم ليش نوهت عن سرطان الثدي غير أنه هو نحن اليوم الشهر الوردي وبنتمنى لكل السيدات الشفاء ويلتزموا المصابين الشفاء، ولكل السيدات اللي ما من مصابات ينتبهوا على حالهم عشان يكونوا دائما بأتم صحة وعافية ويخضعوا لبرامج الكشف المبكر. ومثل ما قلنا بنتمنى لكل السيدات الصحة والعافية. اللي بدي أقوله إن اليوم لما تيجي المريضة مشخصة مو عاملة جراحة، اليوم فيها تاخذ العلاج ما قبل الجراحة اللي ممكن يصغر الورم وبيفيد المريضة بإجراء الجراحة المحافظة للثدي. والحقيقة البيروني رائد بهالمجال، واليوم كثير من الحالات تم إنقاذها من استئصال ثدي كامل إلى استئصال ثدي جديد. وبتعرفي قد ايه هذا بيعني للسيدة ما يكون الثدي كامل مستأصل، يعني بتتابع حياتها عادية، حياتها المهنية، حياتها الزوجية، حياتها العائلية، ثقتها بنفسها كثير بتختلف لما يكون بين ثدي كامل أو ثدي جديد. فالفريق المتعدد الاختصاصات اليوم ممكن يضع خطة علاجية للسيدة عند التشخيص البدئي بالخزعة قبل ما تروح للجراحة لتكسب من فرصة الجراحة المحافظة للثدي. وبالتالي في برامج معينة حسب نوع التشريح المرضي، الواسمات، مستقبلات الاستروجين، البروجسترون، العوامل المنمية للخلايا البشوية. فإذا في لازمة علاج هادف بيتأمن له. وبهالوقت بدي أقول إنه سرطان الثدي بمشفى البيروني عندنا تقريبا أغلب الخطط العلاجية متوفرة لعلاج السيدات، سواء العلاجات الهادفة أو الكيميائية أو الأدوية اللي نحن نعطيها المرافقة للجرعات مضادات الإقياء الحديثة اللي هي غالبيتها فموية، تستخدم مع المريضة على البيت لتتحمل المعالجة إذا صار عندها مظاهر سلبية مثل الإقياء. تمام، يعطيك ألف عافية دكتورة، وحقيقة لكافة الكادر الطبي شو من كان، سواء ممرضين، جراحين، أطباء، متابعين، حتى إداريين، لأنه حقيقة مشفى البيروني دائما رائد بهذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله ما بنتمنى إلا الصحة والسلامة لكل الصبايا. ونحن بدورنا نتشكركم كثير على يعني تسليط الضوء على الخدمات ونوعية المعالجات ومقاربة المرضى بمشفى البيروني ليزداد المواطن ثقة بمشفانا بالخدمات المجانية الكاملة المقدمة لك. تماما، يعطيك ألف عافية دكتورة. الحالة النفسية للمرضى هي نصف العلاج حقيقة، بنلاحظ هذا الشيء كثير عند مرضى السرطان. أحيانا بنسمع خرافات إنه الأعشاب بتعالج السرطان، أو مثلا إذا كان عندك مريض سرطان ممكن يعديك. هالحكي كله طبعا مغلوط. لنتعرف اليوم على أبرز الخرافات حول مرض السرطان، خلونا نتابع سوا هالتقرير. تنتشر العديد من الأفكار المغلوطة والخرافات حول مرض السرطان، من الممكن أنها تأثر على الصحة النفسية للمريض وتأخر حصوله على العلاج المناسب له. أول هالخرافات، تناول السكر يزيد من انتشار السرطان. الخلايا السرطانية ممكن تستخدم السكر كمصدر للطاقة، فهي بتستهلك كمية أكبر من السكر مقارنة بالخلايا الطبيعية، لكن هذا ما بيعني أنه تناول السكر بيؤدي لانتشار مرض السرطان، وبالمقابل التوقف عن تناول السكر ما رح يقلص حجم الورم السرطاني. ولازم ننتبه أنه تناول كميات كبيرة من السكريات رح يؤدي لزيادة الوزن، ومن الممكن أنه ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. الطب البديل بيعالج السرطان. ما في أي دليل علمي بيثبت أنه الأعشاب بتعالج مرض السرطان، لكن ممكن تساهم بعض علاجات الطب البديل مثل الإبر والتأمل واليوغا بتقليل الضغط النفسي المرتبط بالسرطان وبعض الآثار الجانبية الناتجة عن العلاج.
مرض السرطان معدي. لا يصنف مرض السرطان على أنه مرض معدي وبينتقل بسهولة، لكن الحالة الوحيدة يلي بينتشر فيها السرطان لما بيتم زرع الأنسجة أو الأعضاء من متبرع مصاب بالسرطان، لكن خطر الإصابة بهالحالة بيكون منخفض جداً. أكتوبر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي باعتباره ثاني أنواع السرطانات الأكثر انتشاراً حول العالم. كثير من الصبايا والأمهات بيكون عندهم كثير أسئلة ببالهم وتخوف من الإصابة بهالمرض كون الحالات كثرت بالسنوات الأخيرة. لهيك اليوم دكتورة رح نعمل مراجعة شاملة لمرض سرطان الثدي ورح نحكي عن الكشف المبكر وأهميته بالعلاج، بالإضافة لكثير من الاستفسارات مع ضيفتنا بالاستديو الدكتورة لينا وجيه أسعد، اختصاصية تشريح مرضي ورئيسة دائرة التحكم بالسرطان. يسعد مساكي دكتورة. مساء الخير. شكرا. حضرتك اليوم لابسة وردي تضامنا مع شهر أكيد. أكتوبر. أكيد. تمام دكتورة، خلينا نحكي بالبداية شوي شو أهمية الكشف عن سرطان الثدي بشكل خاص. بدي أحكي شوي قبل على قدي عبء السرطان بشكل عام بالعالم وقدي عبء بسوريا، لأنه نحن معودين أنه ناخد بيانات برا ونطبقها على سوريا. هلأ صار عنا في دائرة اسمها دائرة التحكم بالسرطان، فيها سجل سرطاني قادر أنه يجمع كل حالات السرطان ويعطينا فكرة، ومن مخرجات هالسجل سيكون بناء عليه رسم سياساتنا. بال2030 متوقع أنه عدد حالات السرطان توصل لتقريباً 24 مليون حالة، متوقع أنه يصير في نسبة وفيات 13 مليون بالسنة حول العالم. تمام. بدي لكم أنه نحن حصتنا كتير كبيرة، لأنه 70% من هالحالات هي موجودة بالبلاد منخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ومنا سوريا طبعاً. نحن ما بنختلف كثير باحصائياتنا حقيقه. انت قلتي ثاني مرض ثاني اشعه سرطان بسوريا هو الاشعه. تمام. يعني اخذ المركز الاول حقيقه، المركز الاول بين الذكور والاناث. يعني اذا جمعنا الاثنين سوا بنلاقي انه هو نسبته تقريبا 25%. بالنسبه للاناث اذا قلنا الاناث كمان هو النسبه الاكبر، وتفوق نسبته بالنسبه للاناث لسرطانات الاناث على 50%. بس هيدا بيعطينا فكرة قد ايه عبء السرطان بسوريا كتير كبير، وقد ايه التحديات لسه أكبر. لأعطيكم فكرة إنه بالبلاد المتقدمة تقريبا 90% من الدواء المتكامل متوفر، ببلاد المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل يمكن ما في 15% من الأدوية متكاملة فيها، ومنها طبعا سوريا. تماما للأسف. طب دكتورة نحكي شوي عن أهمية الكشف للسرطان، خاصة سرطان الثدي. يعني هو كلياته مهم، لكن كونه نحن هلأ بشهر أكتوبر. أكيد. هلأ الكشف المبكر منه كلمة قليلة بتم صح. ونقول يلا يا جماعة روحوا لنكشف كشف مبكر. هي فكرة الكشف المبكر، فكرة هي فكرة توعوية لازم تنغرز بوجدان الشخص، وحتى تنغرس بوجدان الأنثى. صحيح. يلي نحن عم نحكي هلأ عليها، يعني بمعنى أنه أنا ما بحاجة الدولة تجي تقلي لازم تروحي تصوري، ولكن الدولة عليها أنها توفر لي سبل الكشف المبكر. تماما. ولكن بالنسبة للسرطان الثدي حقيقة نحن بالشهر الوردي كتير بنعمل يعني فعاليات. صح. لحتى نذكر فيها أكثر، ولكن يجب أن تكون على مدار السنة. حتى في مراكز بتفتح موضوع المراكز موجوده. تماما. مراكز موجوده. نحن اللي بيلزم لنا يمكن بالشهر الوردي هو التخطيط، بمعنى انه ما كل ماموغرام موجود هو ماموغرام قابل انه يكون داخل بحمله الكشف المبكر وبقدر ببعت عليه مرضى. هدول ماموغرامات اجهزه شعاعيه لازم لها من الطاقه الذريه ان يروحوا عليها ويكشفوا بشكل دوري عليها، ويقولوا لنا انه هيدا الجهاز هيدا داخل بالحمله او لا. تمام. بس خلينا نقول انه بلا ما يكون عندنا الماموغرام وحتى الايكو، خلينا نبدا من الفحص الذاتي. يعني الانثى لازم تتعلم تعمل فحص ذاتي كل شهر وقت بتخلص من الدورة الشهرية بالحمام،
توقف قدام المراية صار الكل بيعرف، نحن وسائل التواصل الاجتماعي صح مليانة صح يعني منتشر ما منتشرة كتير، فما في داعي حتى نرجع نكررها. وتفحص وتعلم بنتك كيف تفحص وما وتعرف الثدي، يعني لازم تعرف جسمها لحتى تعرف أي تغير فيه شيء جديد تنتبه له، تنتبه له وتروح لتاخد رأي طبي فيه. يعني ما لازم إهمال لا كتلة لا تغير بحجم الثدي ولا نز ولا غؤور بالحلمة ولا إكزيما، تقول هي إكزيما أو شكل التهابي للثدي أو عقدة تحت الإبط شو ما كانت صغيرة السيدة. يعني نحن بنقول انه نبلش بالأربعين، ولكن تحت الأربعين يعني من وقت بتبلش البلوغ في نسبة منيحة تماما لازم تبلش بالكشف المبكر. فالكشف المبكر هو فحص ذاتي، هو وعي للسيدة لجسمها ولتحولات جسمها، لأنه قبل الدورة الثدي بصير معقد بيوجع كل هالقصص. ولكن نحن لهيك بنقول أنه بعد الدورة التمثيلية ممكن أنه تروح الفحص تروح للمراكز الصحية المتوفر فيها طبيب إذا هي بتخاف، لأنه في ناس بيخافوا أنهم يفحصوا الثدي أو ما بيعرفوا أو بيخافوا. أي طبيب عام أو حتى ممرضة مختصة قادرة أن تساعدك أو صحيح. تساعد السيدة بأنه تعمل فحص ذاتي طبعا. إذا كان في كتلة أو تغير ساعتها منروح منطلب الماموغرام. الماموغرام بيصير يا أما بسبب وجود عرض وهذا منسميه كشف مبكر. أوكي؟ الكشف المبكر هو قد ما بكرتي طلقتي العرض الأخر. وتروحي تتاخدي استشارة طبية، تعملي ماموغرام، تعملي إيكو، تعملي استشارة طبية صح. هيدا اسمه الكشف المبكر. ولكن يوجد ما يسمى بمسوح سرطاني، بمعنى أنه أنا بستهدف فئة معينة من الإناث. نحن عملناها من فترة استهدفنا فئة معينة 5% من السكان يلي عمرهم فوق 40 72، هدول بناخدهم مين من كان بدون أعراض بدون شيء. وهذا وكمان ما استثنينا اللي عندهم أعراض يعني، بس احنا قلنا انه هدول بدون أعراض خلينا نعمل لهم مسح. فهذا هو الفرق ما بين المسح وما بين الكشف المبكر. إمتى بتعمل الدولة كشف مبكر وإمتى بتعمل المسح بيتعلق بعبء السرطان. يعني لازم نعرف هالسرطان قدي عبقه، قدي لازم الدولة تكون فاعلة بعملية المسح والكشوف المبكرة، لأنه إذا اكتشفته مبكراً أرخص له وبتحافظ على مواطنيها فعالين قادرين ينتجوا. قدراني السيدة حتى لو ما كانت عم تشتغل ببيتها تربي أولادها وترافق عيلتها للأخير. فهون عملية أنه يكون في عنا كشوف مبكرة أو مسوح مهم. أكيد هذا سؤالي أنه هلأ هي أهمية الكشف المبكر قديش بتفيدنا بمراحل العلاج. يعني الكشف المبكر يعني تخيلي أنه السيدة وقت بينكشف مبكرا عند الإصابة وخاصة بالثدي قد يكون استئصال بسيط وقد تكون معالجة هرمونية فقط، يعني تأخذ حبة لمدة 5 أو 10 سنين حسب يعني حسب الإرشادات وحسب الإرشادات، أو إنه يمكن تكتفي بالاستئصال والمراقبة. يعني من هالأمر البسيط لمعالجة ما قبل الجراحة جراحة ما بعد الجراحة، معالجة شعاعية، معالجة هرمونية طويلة الأمد، معالجة هدفية. كله هيدا عبء اقتصادي كتير كبير وعبء على المريضة وعبء على المجتمع وعبء على العائلة غير طبعا الكادر الطبي. فكتير مهم انه فكرة الكشف المبكر وفكرة انه نحن نعمل بشكل روتيني بشكل روتيني فحوصات معينة للأنثى وللذكر كمان حسب المتوفر، هي فكرة رائدة بعالم الطب. تمام. شو عندك دكتورة أسئلة؟ هلأ دكتورة سؤالي، إذا كان لسه كتير صغير غير قادر إنه أشعة الماموغراف إنه هي تكتشفه، هون كيف ممكن نحن الحالات المبكرة جدا؟ لو صدفت حالة سألتني نفس السؤال قلت لي أنا عملت ما طلع فيه شيء، بكتشف برد بقى يعني، فهنا مو عادة بيقولوا بالسنة مرة،
صدفة هي عم تحس بآلام ردت عادته لحتى ظهر؟ يعني هذا بيكون خلل بالقراءة أحيانا، أو بيكون عند نسيج الثدي سميك. يعني الماموغرام حقيقة وقت بيكون نحن بنقول على طول ماموغرام مع إيكو. الماموغرام نحن بنعرف بيتقل دقته، طبعا بيعتمد على الجهاز، بيعتمد على القارئ، وبيعتمد على الفني اللي عم يعمل الإجراء، صح. على كتير، وبيعتمد على عمر المريضة. طبعا. يعني إذا المريضة عمرها تماماً عمر المريضة كثافة نسيج الثدي تماماً، إذا عمر المريضة أقل من 40 يعني بالثلاثين، ليه ما ننصح بالأقل؟ لأنه الماموغرام وقت بيكون الثدي كثيف لازم نقرنه بالإيكو أو الألتراساوند أو الإيكو بسموه، لأنه الإيكو قادر إنه يحدد لي أكثر بشكل يعني بيوضح لي أكثر إذا في منطقة من نسيج الثدي منها كتير ظابطة، يقدر يركز عليها، يقدر يكتشف لي فيها أي تغيرات كتباينه. تماماً. وهلأ أكثر وأكثر بيروحوا للإم آر آي اللي هو صحيح. كمان وسيلة أدق ولكن لا تستخدم كتير بالكشف المبكر بشكل روتيني لأنه كتير غالي. طبعاً. فنحن بحالات معينة اللي بيكون فيها نسيج الثدي سميك يفضل يعني اقتران الإيكو مع الماموغرام، وأحياناً قد نلجأ تماماً. هو حتى في بعض الدراسات يعني نحن بنقرأ عنها أنه يفضل بهذا العمر أنه حتى بس الإيكو بيكون كافي، ما في داعي للضغط على الماموغرام يعني تتركوا للنسيج اللي فيه أكثر. تماما. طب دكتورة فينا نذكر شوي المشاهدين والمشاهدات بالأعراض اللي ممكن تظهر عند السيدة لا سمح الله في حال كانت مصابة أو ببدايات إصابتها بسرطان الثدي؟ تماما. هلأ نحن بنقول مثل ما قلنا مسوح، المسوح لنكتشف آفات قبيل ظهور الأعراض. تمام. بنسميها آفات مكتشفة شعاعيا، هذول بتكون كتير صغيرة، صحيح. نقدر ندخل عليها بالإبرة، بنقدر ناخذها كلها، نفحصها، ما في عنا أي مشكلة فيها. وقت بيكون في عنا كتلة، ساعتها هالكتلة يا أما بتتظاهر بكتلة تيومر يعني بتجس الأنثى بمرحلة من المراحل، عقدة صغيرة بالثدي ممكن إنه تخليها تروح وتطلب المساعدة، أو إنه وتتوقف على المراية وتلاقي إنه الحلمة غايرة أو أنه عم يطلع منها نز، سواء كان حقيقة بالضغط لأنه أحيانا الأنثى بتضغط، صحيح. والنز قد يكون مصلي، قد يكون مدمى، هيدا كله وبينفحص، قادرين نحن نحطه على سلايد ونفحصه تحت الميكروسكوب ونقدر نقول أنه هيدا في عندها إصابة هيدا. وقد يكون شغلة كثير سهلة، قد يكون توسع أقنية شوية أنتي بيوتيك تماماً. يعني أنا ما بدي خوف العالم أكثر، لأنه ما معناتها كل شيء عم نقوله الإكزيما يلي بالثدي ممكن تكون عن جد إكزيما وممكن تكون أكثر من هيك، ولكن هي ما لازم تنترك، صح. يعني لازم أنا أنفي وجود إصابات خبيثة، بس بدي طمنهم أنهم بأكثر منهم إصابات خبيثة. طبعاً. يعني ما كل وحدة عندها كتلة ثدي معناتها هي كتلة ثدي خبيثة. اللون يعني أحيانا بتلاقي ضخامة، عدم تناظر بالثديين، ولهيك أنا بأكد أنه السيدة تعرف الثدي، لأنه كمان نحن بنخلق بعدم تناظر، صحيح. يعني ما عدم التناظر لا يعني إصابة ثدي، إذا طبعاً. هي عندها أصلا عدم تناظر. عدم تناظر ظهر حديثا، يعني هي حافظة جسمها بالاساس تماماً. اي تغير طارئ جديد هيدا اللي بيخليها اي تغير. يعني انا الاحمرار نحن بنحاول نطمن حالنا ونقول هو التهاب، اكيد التهاب، ووقت بتحط ايدها على الثدي بيكون لونه بيكون في حراره بتقول هي التهاب، لا هيدا لازم تروح تشوف الطبيب. فاي علامه من هدول العلامات لازم المريضة، لازم السيدة، لأنه مرنا مريضة، لازم السيدة تروح وتطلب المساعدة. لو بدنا ننتقل على نحكي عن خزعة التشخيص، هل ممكن هي الخزعة أنها تنشر المرض؟ لا، أنا اختصاصي أشهر سؤال إنه إذا جرحنا الورم معناته انتشر. لا، يعني بكل العالم بيستخدموه، وأكيد قبل ما يستخدموها دارسينا وعاملين عليها تجارب. هي هدول التجارب اللي بنسميها المسندة بالدليل، صحيح. نحن تبنيناها، العالم كله تبناها، وبالتالي نحن بنساويها. الخزعة أبداً ما بتنشر، الخزعة بتعطينا فكرة
الخزعات عديدة، أشكال عديدة، في خزعات بالإبرة يعني رشف بالإبرة يلي نحن FNA، ولكن FNA بالثدي ما هلأ ما كتير لها دور إلا بحالات الانتقالات، يعني إذا في عقدة تحت القبض وبدنا نشوف إذا هي انتقالية أو لا، الـ FNA كتير مهمة، ولكن الـ FNA منا مهمة كمرحلة أولى في تشخيص أو مقاربة كتلة ورمية. التروكات أو الخزعة يلي بتتاخد بإبرة أسمك شوي من هذا بتاخد لنا نسيج، هي كتير مهمة لأنه أول شيء بنعطي عليها التشخيص، ثانيا بنعطي عليها كمان المستقبلات، حالة المستقبلات الهرمونية بتاخد بلوك منيح والهرتو، وفينا نعمل عليها دراسات كتيرة قبل ما يتقرر شو بدنا نعمل بهالحالة، لأنه مثل ما سمعتوا قبل المريضة لازم يكون عندها معرفة بأنواع المعالجات اللي هلأ عم تصير بالدنيا. أنا هذا اللي جاي أسألك يا أنه في حال نحن مريضة عرفت أنه هي عندها كانسر ثدي، سرطان ثدي، وتشخصت والخزعة كانت مشخصة 100%، شو صار في عندها خيارات للعلاج؟ كثير خيارات للعلاج، يعني نحن بنعرف أنه وقت بيكون سرطان الثدي، في سرطان ثدي الخزعة بتقلها بيجوا لعنا بياخدوا التقرير في كارسينوما، في ورم خبيث، دغري بتفكر السيدة إنه هي رح تفقد الثدي عندها. صحيح. فأنا بحب يعني التأكيد والتركيز على الخيارات اللي صارت قدام السيدة بنسميها بالوقت الحاضر. صار فيه معالجات محافظة يعني استئصال الكتلة فقط، صار فيه معالجات بنسميها معالجات ما قبل الجراحة يلي ممكن تصغر الكتلة إذا كانت كبيرة وغير قابلة للاستئصال الجراحي، ممكن نعطيها معالجة قبل نصغرها وتصير قابلة للاستئصال المحافظ. وحتى بالنسبة لتجريف العقد هلأ صار في شيء اسمه سنتينل لنف نود أو العقد الحارسي. العقد الحارسي بمعنى أنه نقدر ناخذ عقده واحده من واحد لثلاث عقد بنسميهم، هدول العقد يلي بينزح اللنف الى الخلايا الورميه، بتروح الى اولا اذا في خلايا ورميه رايحه، فبنلقطهم هدول الثلاثه بنشوف اذا كان فيهم خلايا ورميه بنتابع تجريف، اذا ما فيهم خلايا ورميه بنوقف. صحيح. وهيدا كثير حمى مريضات من الوزمه اللمفاويه ومن حتى يعني احيانا بيوصلوا لبتر العضو. مزبوط. فقط لانه عندهم وزمه لمفاويه. صحيح. فانا بدي المريضه وقت اللي تكتشف عندها سرطان ثدي تعرف انه هو بيتعالج وبيطيب، وتعرف انه عندها خيارات كثيره للمعالجه، وتعرف انه ما شرط تفقد ثديها، واذا فقدت ثديها في عندها معالجات مرممه يلي هلا نحن يعني بدون ثدي عم بدون سرطان عم يصير عم يصير تجميل، فهن اولى بانه نعمل لهم معالجات ترميميه وهي متوفره عنا. فالوعي على الخيارات الموجوده هيدا كثير مهم. تمام دكتوره. طب شو هي الخيارات الجراحيه التصنيعيه الترميميه بعد انه استئصال فينا نقول جزء كبير من الثدي؟ حقيقة هذا مو اختصاصي بس فيني يعني أعطيكم فكرة إنه هلأ فيهم يعملوا بنفس الجلسة يلي بصير فيها استئصال الثدي، حقيقة بيخيروا المريضة ما بين استئصال طرف واحد أو طرفين لحتى يصيروا. لهيك كتير مهم وقت بيجينا الثدي على التشريح المرضي نزينه. أنا على طول بيسألوني إنه ليش منزين الثدي وليش بناخد أبعاده؟ منزينه لأنه وقت بدهم يحطوا بروتيز او مزبوط. اعاده. طبعا. لازم يكون بنفس الثقل حتى ما يصير في عندها كمان اعاقه للمريضه، فلازم يكونوا تماماً لازم يكونوا بنفس التناظر والهذا. وهلا في كثير خيارات خاصه للمعيضات، يعني بعرف انه في خيارات كثيره وبتعيش فيها السيدة فخورة بكل أعضاء جسمها. ما تفكروا أنه ويمكن بوجهها للجراحين وللذكور، يعني شغلة أنه الواحد يستأصل الثدي شغلة كتير كبيرة، هو عضو من الأعضاء يلي بتحس المريضة أنه حتى لو كان فيه وتحس المريضة فقدت عضو كتير، وهذا في رد نفسي شديد. فالتعويض هلأ العلم والحداثة صارت بتهيئ لنا كثير امور قادره انها
ترجع لنا المنظر والشكل والثقة للصبية تماما. طب دكتورة، كنا بمعرض الحديث عم نحكي عن ما يسمى هو استئصال الثدي الجزئي، اللي هو بيحافظ نوعا ما على حجم الثدي اللي ممكن يتعوض بعدين ببروتيزات. شو في عندي خيارات أخرى كمان؟ خلينا نقول إنه المريضة بتعرف إنه أنا ماني واصلة لبتر الثدي أو استئصال كامل مع تجريف قبض كامل، شو في عندي هلأ خيارات بحيث إنه هنن يرتاحوا؟ يعني الاستئصال الثدي الجزئي بيعتمد كتير، ما كل الحالات بيطبق عليها استئصال الثدي الجزئي. حسب حجم الورم. حسب حجم الورم، حسب حجم الثدي. لأنه حتى حسب مكانه يعني. مكانه، هذا اللي بدي أقولك، مكانه. يعني إذا كانت بالجهة الأنسية كتير صعب. تمام. إنه الجراح ما يعمل، أنت بدك تحافظي على الشكل، يعني الجراحة المحافظة هي لتخلي شكل معقول كتير للثدي بعد الاستئصال، هيدا هو الغاية منه. يعني هالتشويه اللي كان يصير بالاستئصالات القديمة يعني مخيف. هلأ الاستئصال مثل ما قلت لك، الاستئصال بيكون حسب، يعني إذا كان مثلاً حجم الورم كبير والثدي صغير، مضطر الطبيب إنه يستأصل الثدي. إذا كان الكتلة بالناحية الأنسية صعب يعملها جراحة محافظة ويخلي شكل الثدي والحلمة تكون متناظرة وكلها، فهي نظرة تجميلية للموضوع أكثر. وقت اللي نحن بدنا نعمل استئصال كتلة محافظ، لازم نتأكد انه حدود الاستئصال سليمة، فغالبا بيعملوا لنا شيء اسمه فروزن سكشن او مسترجل اثناء العمل الجراحي، لنقول لهم نحن انه حدود الاستئصال سليمة فيكم تسكروا. والشغلة الثانية اللي كثير مهمة انه يكون وقت بيصير في استئصال محافظ، المريضة بدها تتعرض بعده للأشعة. يعني ما في الاستئصال الثدي احيانا ما بتتعرض لاشعه. صحيح. الا لا اذا كان هذا حسب الهدا. اما المعالجه المحافظه غالبا بالمقابل لها معالجه شعاعيه. يعني انا ما بدي ادخل بهالتفاصيل لاني مو انا هيدا، بس هدول يعني معلومات عامه. تماما، انه كل حاله هي بتاخذ خط ومجرى مختلف تماما عن الاخر. تماما. هذا الشيء بيتبع لك كثير شغلات. تماما. احنا ممكن نكون سبيتين عاملين نفس العمل بنفس حجم الورم، لكن حدا مضطر لتشريح بيتغير الخط تماما كترميميا وتجميليا عن الصبية اللي ما بتضطر لتشريح. وهيدا اساس ما يسمى الان بالعلاج الدقيق. صحيح. العلاج الدقيق هو العلاج اللي بيعطي لكل مريضة خصوصيتها، بيطلع على خصوصية الورم، شو عاطيني الترشيح المرضي، جينات المريضة، فما في مريضة مثل الثانية. هيدا بسموه personalized medicine أو precision medicine، يلي هو دقيق بيتبع مجموعة من العوامل بيقدمها جسم المرأة، بتقدمها الورم ومعلومات عن الورم، وبيقدمها كتير كمان الحالة العامة. فما في مريضة مثل الثانية. هيدا منسميه انه كل مريضه لها خصوصيتها ولها طريقتها بالمعالجه. والاهم المعنويات العاليه. اكيد لازم تكون معنويات عاليه. اكيد. بدنا نتشكرك دكتوره. شكرا. على المعلومات اللي حكيتيها، ونتمنى اكيد السلامه لكل السيدات خصوصا بهذا الشهر. ان شاء الله. شكرا كثير دكتوره. شكرا حقيقه جزيلا. الحديث لا يمل منه مع حضرتك. يعطيك الف عافيه، وان شاء الله بنشوفك بلقاءات اخرى. شكرا جزيلا. أما هيك بتكون حلقتنا خلصت لليوم. تابعونا الجمعة الجاية بحلقة جديدة ومواضيع مختلفة، ولا تنسوا تخبرونا اقتراحاتكم عبر بريد الصفحة. ما ضل غير نقلكم تبقوا بألف خير.